أظهرت أعداد سكانية في الهند أن أعداد الهندوس انخفض أقل من 80% من تعداد السكان للمرة الأولى منذ استقلال الهند عن بريطانيا عام 1947، وتكهنت وسائل إعلام أن الحكومة السابقة أخرت عمدا نشر البيانات لأنها تظهر زيادة في أعداد المسلمين. وأظهرت تعداد أن عدد الهندوس انخفض إلى 79.8% من عدد السكان البالغ 1.2 مليار نسمة عام 2011، ومن 80.5% منذ 10 سنوات. وارتفع نصيب المسلمين إلى 14.2% من 13.4% عام 2001، وكانوا الطائفة الدينية الوحيدة التي تشهد زيادة. وبقي المسيحيون عند نسبة 2.3%، بينما انخفضت أعداد السيخ إلى 1.7% من 1.9%. وفي أول تعداد أجري بعد أن قسمت بريطانيا الهند التي كانت تستعمرها إلى دولتي باكستان والهند عام 1947، بعدما كانت تسمى بلاد السند، كان الهندوس يشكلون 84.1% من السكان. وعلى الرغم من تباطؤ نمو عدد السكان، توقعت الأمم المتحدة أن تصبح الهند أكبر دول العالم سكانا بحلول عام 2022، وأن تتخطى الصين.